هل يعتقد أن سبب تداعي الاستثمار في العراق مربوط بهيبة الدولة وقدرتها على حماية المستثمر برأيك؟ طبعا هذا العنصر الأساسي. يعني سيادة النائب أشار أن الاستثمارات اللي موجودة الآن محلية. أنا اللقاء لي بمجموعة المستثمرين، يمكن سيادة النائب ما شنت أنا بالكويت، لا موجود مؤتمر الكويت. الشركات العالمية الكبرى كدول وشركات كانت راغبة جدا بالاستثمار، لكن عدم الاستقرار رغم كل الفرص، لكن الهاجس كان من 3 أو 4 عوامل. عدم الاستقرار الاقتصادي السياسي واضح، لأنه إذا يتأخر بالتشكيل الحكومة، وزير الدفاع أو وزير الداخلية يعتبرون على البلد غير مستقر. المظاهرات، الاضطرابات الأخرى، الاستقرار الاقتصادي، إحنا كل القوانين تحتاج إلى إعادة تكييف من جديد، لأنه يعني قسم كبير من القوانين متشابكة قديمة ما عادت تصلح. طيب. الأخرى الأمني. الأمني يعني تشوفون أنت الوضعية، يعني هو من يصير انفجار في أي منطقة من مناطق بغداد، المستثمر في الخارج يقول العراق كله وضعه مو مستقر. طيب. فهذه كلها تأثر، لكن بالحقيقة أكو رغبة كبيرة. طيب القانون كتبتوه هذا، أنتم ما حسبتوا هاي النقاط الموجودة برأيك؟ والله شنو فائدة المؤتمرات؟ لا إحنا وروح هذا خارج الإرادة. شنو فائدة من هالمؤتمرات ورايحين وقاعدين واستثمار ونحاول نجذب ونكمل؟ يعني خلينا نقول مجرد الفساد ما تحدثت عليه. طيب هذا الفساد إذا أنتم تعرفون وضع سياسي غير مضطرب، والوضع الأمني مضطرب، والوضع الاقتصادي مضطرب، شنو فائدة هذه المؤتمرات إذا ما منها فائدة وأنتم شخصيها قبل ما تروحوا؟ هو شوف أستاذ عيني، الموضوع ما راح ناخذه على الإجمال، لأنه إحنا حتى بالوضع الأمني من كان الوضع سيء في المناطق الغربية، كان المناطق الجنوبية مستقرة، ما استطاعت أن تجذب الاستثمار، لأنه أكو فساد وأكو روتين. هذا يعني شوف كل العوامل هي مكملة لبعضها. يعني إحنا من نتحدث عن مناخ استثماري يتكون من 7-8 عناصر أساسية، أي خلل بيها هذه مشكلة. الأمر الآخر قلت لك، أنا أكو رغبة من المستثمرين العراقيين اللي موجودين بالخارج. تعرف إيش قد يمتلكون العراقيين بالخارج استثمارات؟ 303 أو 305 مليار دولار، وفي 110 منتشرة. يعني لو كان الوضع مستقر، أنا أضمن لك أنه 30 إلى 50 مليار بأول سنة تأتي للعراق، لكن غير مستقر. غير مستقر، وهذا الروتين الموجود حاليا، فأكيد وضع كما هو عليه. شنو الفائدة لعد إحنا مسوي قانون استثمار ونصوت عليه؟ لازم نسوي قانون، لازم نسوي قانون عراف لو نطبقه. ليش قوانين أخرى قريناها ممكن أنه ما نستفاد إحنا منها بالوقت؟ أستاذ العزيز، القانون ذيل بفقرة أخيرة أنه لا يعمل بأي نص يتعارض مع هذا القانون، وكل الدوائر البلدية تعمل بكل النصوص اللي تتعارض مع هذا القانون حتى تعطل مشروع الاستثمار. طيب تتوقعون هذا القانون يعني كخبير أو كرئيس لجنة مهمة جدا بأن هذا القانون راح يشوف النور قريبا نقدر نستثمره؟ طبعا احنا نشوف. شو كنت برأيك؟ الأمل موجود، وأنا أعتقد أكيد. نافذة الأمل متفائل يعني جدا قريبة، لابد أن يجري الإصلاح. نافذة الأمل لو نافذة الاستثمار؟ لا، نافذة الأمل إن شاء الله. أستاذنا الفاضل، العراق يمتلك ثروات كبيرة وفرص استثمارية. احنا اذا نقرأ الواقع الاقتصادي اللي تمر به البلدان، بالذات احنا البلدان المجاورة والبلدان العربية، اكتفت من ناحية الاستثمار الصناعي والاستثمار السكني والاستثمار والاستقرار. اكثر الممولين واكثر البنوك واكثر الشركات اللي تمتلك محفظات استثماريه متجهه انظارها للعراق وتريد تدخل للسوق العراقيه.